يا هلا فيك أبو عمر. يعني على ما يبدو هناك مجزرة حدثت قبل قليل في مدينة الميادين، هل لديكم معلومات عن هذه المجزرة؟ هل لديكم إحصائيات جديدة عن عدد الشهداء والمصابين؟ نعم طبعا، يعني هذه المجزرة بعد حاجز الهجمة داخل مدينة الميادين بعدها بساعات قليلة، قامت عصابات الأسد بنسف بناء كامل على شارع الكورنيش داخل مدينة الميادين. يعني البناء سوي بالأرض، 23 شهيد إلى الآن وثقت أسماءهم، أكثر من 40 شهيد يعني هم الحصيلة، والحصيلة في ازدياد مستمر، 55 جريح تقريبا، 23 كما ذكرت هم الذين وثقت أسماءهم، و40 شهيد البقية هم يعني أشلاء، وكذلك منهم لم نستطع التعرف عليهم. طبعا 23 شهيد معظمهم من عائلة البكر من مدينة الميادين، كذلك قصف متواصل على مدينة دير الزور منذ ساعات الصباح الأولى، يعني تركز القصف على حي الأرضي والشيخ ياسين والحميدية والجبيلة والموظفين كذلك بالهاون، وكذلك قذائف الدبابات والمدفعيات. مدينة تبو كمان هي الأخرى لم تسلم من غدر ومكر عصابات الأسد، يقومون بنسفها وضربها بالمدافع الثقيلة. طبعا قبل قليل وردت أنباء عن تحرير مفرزة أو قسم الهجانة داخل مدينة أبو كمال على يد أبطال الجيش الحر. نعم، إذا أبو عمر، يعني 23 شهيد سقطوا وهناك 40، 23 موثقين وهناك 40 آخرون لم تعرف أسماؤهم، إذا المجموع 63 شهيد. يعني المجموع هو 40 أخي، 23 استطعنا توثيق أسمائهم والبقية لم نستطع التوثيق. نعم. طبعاً والعدد بزياد، لأن الجرحى هم في حالات خطيرة كما أنبأنا الناشطون هناك. يعني حتى المشافي الميدانية المتوفرة داخل مدينة الميادين وفي القرى المحيطة لها هي عبارة عن مشافي ميدانية بسيطة لتضميد الجراح وليس لمعالجتها أخي. نعم. لا يتوفر هناك أجهزة طيب. ولا حتى كوادر طبية تستطيع معالجة هذا الرقم من الجرحى والشهداء. نعم طيب أبو عمر، هذا المبنى كيف سوي بالأرض؟ هل نتيجة قصف أم تلغيم، يعني فجر تفجيرا؟ وما أهمية هذا المبنى؟ لماذا استهداف هذا المبنى؟ نعم طبعا، يعني منذ 10 أيام تقريبا ظهرت حادثة خطيرة جدا داخل ريف دير الزور الشرقي، ألا وهو استخدام طيران الميج على ريف دير الزور الشرقي. استخدموه في البداية على مدينة هجين، ومن ثم استخدموه على مدينة أبو كمال، وكذلك استخدموه على مدينة الميادين. هذا المبنى وصف بطيران الميج، بصريخ طيران الميج. هذا المبنى لا يوجد فيه إلا المدنيين العزل، يعني لا أدري لماذا عصابات الأسد استهدفت هذا المبنى بالذات، إلا أنني أعتقد أنه استهدف انتقاما من أبطال الجيش الحر الذين استطاعوا تحرير حاجز الهجانة الذي يعتبر من أقوى حواجز النظام داخل ريف دير الزور الشرقي. نعم طيب أبو عمر، الميادين أبو كمال، يعني تصل أنباء بأن هاتين المدينتين أصبحتا تقريبا محررتين، إضافة إلى محافظة دير الزور كلها، يعني تأتينا الأنباء أن أكثر من 90% من محافظة دير الزور هي محررة الآن وخارج سيطرة قطعان عصابة الأسد. هل لك أن ترسم لنا صورة على الخريطة لدير الزور، محافظة دير الزور، كم من المناطق هي محررة بالفعل وأين تتواجد قطعان عصابة الأسد في هذه المحافظة؟ نعم طبعا، يعني نبدأ من مدينة أبو كمال. مدينة أبو كمال لم يبقى فيها إلا مطار الحمدان ومفرزة الأمن العسكري المتواجدة داخل مدينة أبو كمال، ما تبقى كله تحت سيطرة الجيش الحر. القرى المحيطة بمدينة أبو كمال يعني والخط الممتد من مدينة أبو كمال إلى مدينة الميادين على يعني على امتداد تقريبا 65 كيلومتر هي بالكامل تحت سيطرة الجيش الحر، ولا يوجد فيها أي مخفر أمنية أو مخفر لعصابات الأسد.
كذلك الخط الممتد من مدينة الميادين باتجاه مركز مدينة دير الزور يعني يعتبر محرر بالكامل باستثناء مرار دير الزور الحربي والعصابات وعصابات الأسد المتمركزة في حي هرابش وحي الصناعة التي تقوم بقصف مدينة دير الزور. داخل مدينة دير الزور بقيت بعض المفارز الأمنية على وهي مفرزة الأمن العسكري ومفرزة الأمن السياسي ومفرزة المخابرات الجوية والجنائية التي تعتبر خارج مدينة دير الزور وليست في مركز المدينة. يعني الآن أخي يعني أستطيع أن أقول لك أن 135 كيلو متر هي الامتداد من مدينة البوكمال باتجاه مركز مدينة دير الزور هي تعتبر بالكامل تحت سيطرة الجيش الحر ولله الحمد. طيب هذه المراكز التي تحدثت عنها الحواجز والمراكز الأمنية والمطار العسكري يعني لماذا لا يسعى الثوار الجيش السوري الحر للقضاء على هذه النقاط أو البؤر لقطعان عصابة الأسد المارقة لتنظيف محافظة دير الزور بالكامل وإعلانها محافظة محررة تماما؟ طبعا ما يمنع الجيش الحر من السيطرة والقضاء على هذه الأماكن هو النقص في الذخيرة ونوعية السلاح المستخدمة. يعني النظام الأسدي يستخدم طيران الميج، يستخدم الدبابات والعربات، الجيش الحر يستخدم الكلاشينكوف وبعض مضادات الطيران وهي يعني كما تسمى مدافع 12 وال 14 يعني وال 23 هو متواجد داخل بعض ورا دير الزور وليس في كامل محافظة دير الزور. يعني أخي الدبابة لا يقابلها كلاشينكوف قطعا. نعم أشكرك جزيل الشكر أبو عمر الديري، كنت معي من محافظة